جانب تاني متعلق بحكم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية اللي هيتلعب يوم 8 مارس. بصوا يا جماعة عشان نسرد كده مع بعضنا مين الحكام اللي كانت مرشحة والقائمة تم اختصارها لإيه؟ والقائمة تم اختصارها لإيه؟ وأنا مش بتكلم بوجهات نظر ولا ببيانات رقمية، أنا بتكلم بمعلومة. وفي الملف ده لما بنتكلم بمعلومة الحمد لله الأيام بتثبت إن كلامنا بيبقى صح. فيتور بيريرا من بعد الحكام ما رجعوا من كأس الأمم كان بيفكر في واحد من التلاتة هو اللي يدير مباراة القمة، لأن الراجل متمسك إن مباراة القمة يديرها طاقم تحكيم مصري. ففكر في واحد من التلاتة، فكر في تلاتة، ده أولاً. فكر في مين؟ أمين عمر، محمد عادل، محمد معروف. قال لك دول التلات حكام اللي أداروا مباريات في كأس الأمم الإفريقية. عادل خد تلات مباريات، أمين خد تلات مباريات، معروف خد مباراة واحدة. وحسبها إزاي؟ عادل هو آخر حكم لنهائي كأس السوبر اللي اتلعب في شهر ديسمبر في الإمارات، وكان طرف المباراة الأهلي، طرفي المباراة الأهلي وفيوتشر. ده واحد. اتنين، فكر في أمين عمر، لا أمين عمر هو آخر واحد أدار نهائي كأس مصر ما بين الأهلي وبيراميدز اللي الأهلي كسب فيها بيراميدز 2-1 وخد بطولة الكأس. من بعيد فكر في محمود البنا، والبنا آخر واحد أدار مباراة الأهلي والزمالك في نهاية الموسم الماضي في الدوري، وبالتالي البنا بره الحسابات. فبالتالي مين الاسم اللي ممكن يتبقى للاختيار في الفترة اللي جاية؟ محمد معروف، الكابتن محمد معروف، الحكم الدولي اللي أدار مباراة واحدة في كأس الأمم بين موريتانيا وأنجولا. طب هل تم الاستقرار بشكل رسمي ونهائي؟ لا لسه، ولكن أنا بحطكم في الصورة وبقول لكم الناس بتفكر إزاي، ولو هتختار هتختار إزاي. عادل أدار نهائي كأس السوبر، أمين أدار نهائي كأس مصر، والنسخة اللي جاية من نهائي كأس مصر محمد معروف لم يدير أهل وزمالك قبل كده يعني، وما أدارش نهائي الكأس قبل كده، وبالتالي هو الاسم الأبرز اللي ممكن اللجنة تختاره. وحسب معلوماتي، وصل لمحمد معروف مكالمة تليفونية، استعد أنت هتسافر إلى السعودية، عندك شغل في مباراة الأهل والزمالك، حكم فار الله أعلم. أنا مش بمسك العصاية من النص، ولكن أنا بقول لكم اللي بيحصل دلوقتي، لأن في لحظة أنتوا عارفين ممكن أي حاجة تتغير. الخواجة البرتغالي بيريرا كل شوية بيبص وبيقرأ، بيبص في أرقام، بيبص في إحصائيات، بيحسبها. هو وجهة نظره الفنية التلاتة اللي أداروا في كأس الأمم واحد منهم لازم يحكم ماتش أهلي وزمالك، وأنا أتفق معاه في الرؤية دي، في فكرة إن التلاتة دول لو أنت هتجيب حكم مصري ما ينفعش تجيب حد من بره حكام كأس الأمم، زي الحكام المساعدين مثلا. أنت عندك محمود أبو رجال وأحمد حسام طه، دول أبرز اتنين هيكونوا موجودين في السوبر، لأن كانوا اتنين موجودين في بطولة الأمم. ولكن بقى على الفار، هل هيبقى مين موجود؟ هل ممكن يتم الاستعانة بطارق مجدي؟ هل ممكن يتم الاستعانة بعادل أو أمين أو البنا؟ ده هنشوف الفترة اللي جاية. الناس ممكن تقولي طب ما في محمود عاشور ده خد 11 ماتش، 11 ماتش في كأس الأمم. أقول لك فيتور بيريرا متضايق جدا من الهجوم اللي تعرض له من عدد من الحكام أبرزهم محمود عاشور في الظهور التلفزيوني اللي تم عقب العودة من كأس الأمم الإفريقية. وأعتقد الهجوم الحاد اللي حصل على بيريرا ممكن يكون سبب من ضمن الأسباب اللي يتم استبعاد محمود عاشور عشان يكون موجود في مباراة القمة على تقنية الفار. عاشور ما بيحكمش، لأن عاشور أصلا لم يجتاز الاختبار البدني، فبيحكمش خالص في مباراة الدوري، ولكن بيتم الاستعانة به كحكم تقنية فيديو. فالرؤية المتعلقة بالحكام اللي هيتم اختيارهم لمباراة نهائي كأس مصر، خطة العمل أو المطبخ بيفكروا فيها بالشكل ده. إحنا بصفتنا صحفيين يعني بنحاول قدر الإمكان نكلم مصادر كتير عشان نقدر نوصل للمعلومة، يبقى عندنا سبق صحفي، سبق إعلامي، ممكن الحمد لله تبقى المعلومة سليمة بنسبة 100% من بدري بنتكلم عليها، عشان لما تحصل يبقى إحنا حطينا حضراتكم في الصورة قبل ما يتم الإعلان الرسمي. كل ده في حال إذا كان طاقم تحكيم مصري هيدير مباراة القمة. بيريرا كان طلع قبل كده وقال أحد المسؤولين طلب مني، قال لي ما تجيب حكم أجنبي، بس هو رفض يقول مين اللي قال له، وخلاص هو الراجل مش عايز يعلم مين اللي طلب منه، ولكن هو ليه رؤية إن الحكم اللي هيدير مباراة القمة لازم يكون طاقم تحكيم مصر. لكن اختياراته هتبقى إزاي؟ أنا قلت لكم هو الراجل بيفكر بالشكل ده، عرض على معاونيه وأعضاء اللجنة الشكل ده، ولكن هنشوف القرار النهائي. النهاردة احنا بنتكلم في 20/2، المباراة يوم 8 مارس، الحكام غالبا هتسافر 5 أو 6 مارس، فاحنا بنتكلم باقي بالظبط حوالي من 10 إلى 13 يوم
عشان يتم التأكيد الرسمي ويبقى فيه كونفيرم. ممكن سهل جدا في الفترة دي يحضر طاقمين، طاقم أساسي وطاقم احتياطي، ويخلصوا كل الإجراءات، التأشيرة وتذاكر الطيران وكل حاجة، وفي الآخر ياخد القرار الرسمي. ولكن أنا بقول لكم ده إطار التفكير، لأن صعب جدا مثلا يجيب محمود ناجي من بعيد في مباراة زي دي، صعب جدا يجيب إبراهيم نور الدين، لأن إبراهيم نور الدين أصلا، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي، أثناء إقامة كأس الأمم الرجل عمل اختبار بدني في نادي النصر، واستدعى إبراهيم نور الدين لهذا الاختبار. الاختبار اللي حصل فيه مشكلة، وكان فيه محمد الحنفي وعدد من الحكام، وبالتالي إبراهيم نور الدين ما جاش، ما حضرش الاختبار. فسمعت أو وصل لي إن إبراهيم نور الدين الراجل مش هيسند ليه مباريات لغاية لما يجتازي الاختبار البدني، رغم إن إبراهيم نور الدين المفروض يجتازي الاختبار ده في بداية الموسم ودخل القائمة الدولية، لكن معلومات إن إبراهيم نور الدين بره مباراة القمة، محمود البنا بره مباراة القمة. الاختيار كان ما بين الثلاثة، أمين وعادل ومعروف، ولكن أمين آخر نهائي كأس، عادل آخر نهائي كأس السوبر، محمد معروف الرؤية تتجه ليه، وتم إبلاغه حضر نفسك عندك شغل في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر اللي هيتلعب إن شاء الله يوم 8 مارس في مدينة الرياض. وبالتالي كده احنا غطينا لحضراتكم الجانب المتعلق بسفر الأهلي إلى غانا، وغطينا أيضا الجانب المتعلق بجدول الدوري واللي هيحصل في الساعات اللي جاية، وكمان اتكلمنا على طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.